بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم دايما بألف خير. شعبنا العظيم في كل مكان كل سنة وانتم طيبين. النهاردة أول أيام الشهر الفضيل، ومع بداية شهر الفضيل بالطبع رمضان جميل جميل جميل، ومع الاختيار الجزء الثالث جميل جدا، ومسألة فيها عشق حقيقي يبقى لازم تشوف وتتفرج وتعرف. وتاني لما اتكلم على الاختيار اقول عظمة، عظمة بمعنى الكلمة. ما تنتظرش من الاختيار والمسلسل وغيره حاجات يعني واو، لا، الموضوع توثيق. هذا المسلسل بيوثق تاريخ، بيوثق حقائق احنا كلنا عايشينها، ولكن فيها معلومات ما نعرفش عنها حاجة. بتشوف النهاردة المعلومات، يعني الحلقة الاولى النهاردة كاشفة لأي حد كان مغيبا أو هو كان عارف بس إيه كان مطنش. بيقول لك الحكاية هي الناس دي لما حكمت البلد لمدة سنة عملوا فينا إيه؟ أسهل شيء عندهم القتل، أسهل حاجة يقتل الناس، ده اللي ظهر النهاردة. وعايز أقول لكم ما يجري وما يتم في هذا المسلسل بالكامل من النهاردة لآخر حلقة كلها معلومات، مش هتلاقي حاجة نقلا قيلا، لا لا مفيش هي المعلومات. الاجهزه الثلاثه، المخابرات العامه، المخابرات الحربيه، الامن الوطني، دول الاجهزه الثلاثه، اجهزه المعلومات، كلهم موجودين في هذا المسلسل. ومن اول حلقه شفته احمد السقا، شفته احمد عز، شفته كريم عبد العزيز، الثلاثه مع باقي النجوم ياسر جلال وغيره وغيره واحمد بدير، كلهم نجوم. وعايز اقول لكم خلوا بالكم اللي انتم بتشوفوه النهارده ابن عليه اللي جاي. في ناس كان عندها 8 سنين و9 سنين و10 سنين وقت هذه الاحداث، وقت الاحداث اللي بدات النهارده. بدانا بايه؟ مذبحه رفح الاولى اغسطس 2012 يوم 5/8/2012، ثم القرارات اللي اتاخدت يوم 12/8/2012، اقالات وغيره وغيره اللي خدها الجاسوس محمد مرسي عيسى العياط. ولما نقول جاسوس كنا من الاول واضحين ومستمرين في هذا الكلام، لانه كل يوم هتتاكد ده لاخر حلقه هتشوف اللي حضرتك عايز لازم تعرفه. كمان انت كنت حاضر وشاهد وكان بيصدر لك صوره اخرى في الاعلام من خلال مواقعهم، من خلال بياناتهم، من خلال تصريحاتهم، من خلال كلامهم الواضح طبعا. وزي اخطر رجل في هذه الجماعه، مش بقولها النهاردة، لا، أنا بقولها سنوات طويلة قبل أن يأتي الإخوان وبعد ما جم الإخوان وبعد ما غاروا الإخوان، المجرم خيرة الشاطر. قلت لحضراتكم كتير قوي يظهر اليوم خطورة الإرهابي خيرة الشاطر للناس اللي كانوا عارفين إنه بتاع ربنا، قلتها مليون مرة، هذا أخطر رجل في الجماعة خيرة الشاطر، ده العقل القاتل المجرم خيرة الشاطر، الشيطان ده شيطان الجماعة المخطط والعقل المدبر. لما خطط ازاي عايزين نعمل نقيل المشير طنطاوي وقائد القوات المسلحة، طب نعمل ايه؟ قال لهم سيبولي الموضوع دي معلومات. خلي بالكوا اللي بيتقال في المسلسل ده مش، لا، هذه المعلومات الحقيقية. يا مواطن يا مصري، حضرتك تبقى عارف النهاردة وتعرف وانت متأكد، بس يمكن في الوقت ده اللي اتنسى ونسينا بقالنا من 2012 بقالنا 10 سنين الناس نسيت، لا ما تنساش حضرتك. المسلسل ده بيرجعك وبيحطك على الطريق الصحيح، بيقول لك خلي بالك هذا المجرم اللي قدامك اللي اسمه خيرة الشاطر طبعا وهو يعني بيخطط لاغتيال رجالتنا عشان يتخلصوا من قيادات القوات المسلحة. فكانت الخطة أو نفذوا الخطة وقتها. فاكر كويس قوي قوي اليوم ده لما محمد مرسي عيسى العياط راح العريش وطلع يعني في صدر أحد المنشطات، كان منشط الأهرام. وفي الوقت ده الجماعة الإرهابية أحد قيادتها طلب يكون، وأنا بحكي لكم حقيقة بحكي لكم حقيقة، طلب انه منشطة الاهرام انه مرسي يقود العمليات العسكرية في سيناء.
انا بقول لكم معلومه، معلومه شاهد عليها، ما قلتهاش قبل كده بس ده وقتها النهارده. واحد قيادات جماعه اتصل باحد مسؤولين في الاهرام في ذلك الوقت وقال له عايزين المانشيت الرئيسي يبقى كذا، ان محمد مرسي هو اللي بيقود العمليات العسكريه، يعني عملوا العمل والاغتيال هم اللي نفذوه هم اللي تم، ومرسي راح هناك عشان ايه؟ يبقى يعني انا موجود هناك انا اللي بقود العمليات العسكريه، وهم زي ما اقول لك ايه؟ يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته. وده اللي حصل بالظبط، قتلوا ولادنا وفي الاخر قال لك اروح نعمل منظر صوره كده نبقى موجودين هناك واحنا موجودين، وبالتالي كان هذا المخطط. ما بالك لو استمر سنتين تاني، ثلاثة، خمسة، فضلوا لحد النهاردة، كان البلد دي فين؟ كان جيشنا فين؟ كنا احنا كلنا فين؟ كانت بلدنا فين اصلا؟ يعني مصر دي كانت فين؟ فمن اول ما جم وهم شغالين مش عايزين الجيش، عندنا الجيش بتاعنا وعنده جهاز المخابرات، ما هو قال لك النهاردة قال لك انه عنده جهاز استخبارات، لما كان يتقال قال لك هو الجماعة عندهم، طب ما هو بيقول لك المعلومات الحقيقية بتاعت جهاز المخابرات بتاعتهم، بيعملوا بيجمعوا تحريات على الناس وبيرصدوا الناس وبيتابعوا الناس، عندهم كل حاجة. إذا عمل كان بيعمل جيش موازي. طيب رصد اللي تم بره هو ده حضرتك بالمرة المليون تتأكد مرة أخرى لما كانوا عايزين يعملوا حرس ثوري اللي هو بتاعهم اللي هو الجيش بتاعهم، والرصد اللي تم للمجموعات بتاعتهم، ولما اتقالك انه حد من الرئاسة كان موجودا في هذه الاجتماعات اللي تمت بره عشان يجهزوا الحرس الثوري اللي هيكون بديل للقوات المسلحة، يكون ده حرس ثوري او الجيش بتاع الاخوان، الجيش الموازي بتاعهم. ده المخطط من اول لحظة تتأكد انت رايح فين، من اول لحظة تتأكد اهمية هذا المسلسل والعظمة على عظمة لما يقدم في هذا المسلسل، كل الناس اللي موجودين فيه، كل الابطال اللي موجودين فيه، كل الادوار، لانه في الاخر بيقول للمشاهد الكريم والمواطن انا بوثق حقائق، ده مش مسلسل مساله يعني لا لا حضرتك، ده بيقول لحضرتك ماذا جرى في مصر، ايه اللي حصل في مصر في هذه الفتره. طيب انت النهارده عايز البلد كلها كانت كلها احداث بالمناسبه، يعني مش هتكلم على حدث بعينه ولا مع حاجه بعينها، لا لا مصر كلها كانت في احداث في هذه السنه السوداء بعد 2011 حتى يعني ربنا كرمنا في 30/6 وقت حكم الجماعه، سنه اسود سنه في تاريخ مصر كانت سنه حكم محمد مرسي عيسى العياط. فالنهارده كمان بتؤكد مره اخرى الناس دي، هل الناس دي كان مع مصر بيحبوا مصر عايزيننا، ولا هو الجماعه والتنظيم؟ سمعت حاجه بيتكلم فيها على مواطن كمان لازم بيكشف لنا كمان المسلسل دور اهالينا في سيناء، الدور الوطني العظيم لاهالينا في سيناء كمان، مش النهارده ولا ايام الاخوان، طوال التاريخ اهالينا في سيناء لهم ادوار وطنيه وعلاقتهم القويه مع كل مؤسسات الدوله المصريه، وده كمان من هنا بنحييهم. والمسلسل النهارده بيدينا كمان رساله لاهالينا في سيناء على دورهم الوطني، وهم ازاي هؤلاء الابطال كمان مع بلدهم طوال الوقت بيساعدوا بيسندوا ما بيتاخروش، ويعني وبالتالي تقدر تعرف ايه اللي بيتم ايضا على اهالينا في سيناء، لهم كل التحيه. فتاني بقول لحضرتك نخلي بالنا من التفاصيل، في حاجات كتيره مش هنتكلم فيها، حضرتك هتتابعها حاجه تقدر تحلل تقدر تشوفه، لكن انا الرساله من هذا المسلسل التوثيق التاريخي بكل امانه ودقه. ده الملخص، بتعمل حاجه موثقه بالمعلومه بالتاريخ بالصوره بالفيديو في شهداء رفح كنا موجودين في هذه الجنازه. يعني انا واحد من الناس اللي كنت موجود في هذه الجنازه. زي المصريين كلهم اللي راحوا في هذه الجنازه في اليوم ده. شوفوا مصر كانت ايه؟ شوفوا اليوم ده كان ايه؟ وعايز اقول لحضراتكم مشينا ورا المشير طنطاوي الله يرحمه ويحسن اليه. جرينا ورا المشير، والله مشينا ماشي ورا المشير طنطاوي عشان واحنا بنكلمه على والهتافات ضد الاخوان. المشير طبعا كان اعداد هائله. المشير بعد ما خلص وشاف وحضر وعلى العربية بتاعته ولقى الآلاف اللي موجودين دول، يا مشير يا مشير الحقنا والإخوان أنا بقول لكم في اليوم ده كنت أحد الناس اللي حاضرين هذه الجنازة العسكرية.
فحضرتك التاريخ محدش يقدر يغير تاريخ ولا يزيف تاريخ. اللي انت بتعمله النهاردة تأكيد مرة أخرى لكل الشعب المصري أهمية هذا المسلسل، بيوضح قد إيه، بيوثق التفاصيل والمعلومات الدقيقة، وكمان بتحدد كمان الدولة المصرية. لما حصل الاجتماع ولازم ناخد قرار، وانا يمكن من يوم الاربعاء بقول لكم القرار، هو عنوان المسلسل القرار، لازم ناخد قرار مصيري، قرار البلد محتاجاه. ده مش جملة اتقالت، مش جملة، هو قرار. يوم 3/7 ناخد القرار، البلد محتاجة القرار، محتاجة القرار، عشان كده اتنقلنا من المرحلة للمرحلة. عايز اقول لحضراتكم يعني مهما هتقعد تتكلم بقى على المسلسل وعلى كل الناس وكل الابطال، انا طالب طلب بسيط من حضراتكم. على مدار سنوات بيسيئوا لكل الناس، النهارده هتشوفوا هيسيئوا لكل ابطال هذا العمل. كل ابطال هذا العمل هيتعرضوا لحمله اخوانيه ارهابيه على مواقع التواصل الاجتماعي. انا بقول لكم من دلوقتي وبقول لحضراتكم دلوقتي، وخلوا بالكم، الناس اللي أدوا هذا الدور واللي قاموا بهذا العمل اللي هو عشان ينقل لحضرتك المعلومات والتفاصيل بكل دقة من خلال كل واحد من أبطال هذا المسلسل، كلهم هتلاقوا حملة تحريض عليهم وحملات تستهدف كل واحد فيهم واستهداف معنوي كمان لكل واحد فيهم. أنا بقول لحضراتكم من النهاردة عشان هتشوفوا الكلام ده بدأ وهيستمر وهيكبر، لان هم عايزين زي ما بيعملوا مع اي حد، اي حد بيقوم بعمل لبلده لصالح بلده لازم هذه الجماعه تتكلم عنه، ولازم تحاول يعني زي ما يقول كده استهداف معنوي. لو ما قدرش يستهدفه استهداف جسدي هيستهدفه الاستهداف المعنوي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الهاشتاجات اللي هتستهدف نجوم وابطال هذا المسلسل. فانا بقول لحضراتكم لو سمحتوا، واحنا ملايين المصريين لا يمكن ابدا نترك الساحه لهؤلاء عشان يستهدفوا كمان حتى رموزنا من ابطالنا ونجوم الفن. فنخلي بالنا من الحكايه اللي هتتم او اللي بدات تتم مع بدء المسلسل، او حتى يمكن من يوم الاربعاء من ساعه الاعلان عن هذا المسلسل وعن نجوم هذا المسلسل وابطال هذا المسلسل وادوار كل واحد فيهم. فخلي بال حضراتكم وركزوا في هذا الامر. كمان المسلسل ده بيدينا رسالة، رسالة عن مصر، دولة المصرية، دولة المصرية كانت ايه، مين اللي بيتحكم؟ يعني خدوا بياخدوا قرارات، ما كانش الكلام اللي بيتقال قبل كده. النهاردة عندك دليل، الدليل من معلومات انه خدوا قرار وراحوا لمحمد مرسي قالوا له احنا خدنا وعمل، طيب خلاص على بركة الله. يعني زي ما اتقال بالظبط كده، هذا الرجل لم يكن يحكم، اللي كان بيحكم مكتب الارشاد هو اللي كان بياخد القرارات، مش محمد مرسي. فكان قرار حكيم من الشعب المصري، ثورة 30/6 هي اللي كانت بداية التغيير الحقيقي لوجه الدولة المصرية، يوم 30/6 لما خلصنا ودفننا هذه العصابة الإرهابية اللي كان قرارها هنا. ولسه كمان طبعا زي ما بقول لكم كل حلقة بحلقتها، يعني كلامنا هيكون على كل حلقة، هتفرج وتشوف ونطلع مع بعض كده إن شاء الله كل يوم نتكلم على اللي بيحصل او اللي انتم بتشوفوه او الحاجات كمان اللي ممكن ناس يعني مش متذكرها كويس قوي، بنرجعها او بنشوفها مع بعض او بنتابعها مع بعض من خلال ايضا، لان كلنا حاضرين وكلنا مشاركين مع بعض، كلنا كشعب كلنا يعني متابعين الحكايه وشايفينها وحاضرين كلنا اللي كان بيحصل على الارض. المعلومات كانت عند جهات المعلومات اللي هي النهارده بتقال يتم توثيقها في هذا المسلسل الجزء الثالث الاختيار. وزي ما بقول لحضراتكم هيكون ان شاء الله معانا طوال هذا الشهر، الشهر الكريم، ويعني باداء ولا اروع من جميع النجوم والابطال من اللي طبعا محتاجين ان احنا اجيالنا يعني الاجيال اللي جايه، الاجيال اللي كانت صغيره في ذلك الوقت تبقى عارفه النهارده الحكايه دي من 10 سنين كانت ايه. اللي كان عنده 10 سنين النهارده عنده 20 سنه، اللي كان عنده 8 عنده 18 وهكذا، اللي كان زينا كده متابع وعارف ولكن بتشوف كمان معلومات وبالتالي بيرجعك لورا 10 سنوات هو ايه اللي كان، ايوه
وتبدا يا خبر اللقطه دي بالظبط حصلت كده، فلان ده لما راح الحكايه تمت ازاي، هو هذا هو هذه هي المعلومات اللي موجود في ده، مسلسل كله معلومات، مسلسل كاشف ومسلسل بيوضح لحضراتكم البلد دي كانت رايحه فين. لولا قرار حضراتكم في 30/6 ثم القرار في 3 يوليو 13، وبالتالي نبقى عارفين البلد محتاجه كانت ايه، محتاجه النهارده كل واحد يبقى عارف يقدر يعرف الحقيقه. اهميه هذا المسلسل التوثيق، باكد على الكلام ده مره تانية، والتوثيق بامانه بدون تزييف اي شيء. على فكره انت مش محتاج اي تزيف، ايه مش محتاج إيه؟ انت بس ده انت لو حطيت المعلومات اللي عندك، عايز المسلسل ده 30-40 جزء، يعني مش جزء ولا 2 ولا 3، لو المعلومات اللي عندك كلها، ولكن مش كل حاجة بتتحط كمان او بتتقال، وفي حاجات تانية مش هتبقى يعني زي ما احنا بنشوف كده، ولكن زي ما بقول لكم الاهم النهاردة كلنا نبقى عارفين انه اللي قدامنا ده واللي احنا بنتابعه مش مجرد مسلسل. ما تاخدوش كده، خدوا على انه هو بالظبط زي ما بقول لحضرتك الحقائق والمعلومات والتوثيق التاريخي للنهاردة وبكرة والاجيال القادمة. توثيق تاريخي بمعنى الكلمة، بالصوت والصورة والمعلومات الدقيقة تماما، مفيش أي حاجة هتلاقوها يعني، لأنه زي ما بقول لكم النهاردة، والنهاردة شفنا معلومات، ويمكن يوم الأربع كنت بقول لحضراتكم لأنه معلومات لأول مرة، في حاجات لأول مرة بتشوفها النهاردة. طيب ده لسه اللي جاي، ده أنت أول حلقة النهاردة وعليها، وطبعا هم من يوم الأربع عايز أقول لحضراتكم واخدين الموضوع إيه، اللي هم مرعوبين، طب إيه الحكاية، طب هيوصلوا لإيه؟ لا هيوصلوا للي انتم بتشوفوه. لما يجي بيتكلم على خيرت الشاطر وعصام سلطان، عصام سلطان ده بتاع حزب الوسط، وعصام سلطان واحد ايضا من اخطر، جه في يوم من الايام كده قال لك ان انا سبت الجماعه، عصام سلطان هو ابو العلا ماضي ومحسوب ومجموعه كده، وقال لك تعالوا نعمل حزب اسمه حزب الوسط وتقدموا، والحزب ده قعد يترفض من 2005 لحد 2011، يترفض انه ياخد تصريح. ليه؟ لانه كل القيادات بتاعته اللي كان في البحيره، اللي موجود في اسكندريه، اللي موجود في الجيزه، اللي موجود في القاهره، اللي هم ممثلي هذا الحزب، اللي هم قدموه للجنه شؤون الاحزاب في ذلك الوقت، كلهم اخوان. وابو العلا ماضي مع عصام سلطان قال لك احنا سيبنا الاخوان، كان تمثيليه، اللي هي تمثيليه انشقاق عن الاخوان، او ان احنا تركنا الاخوان. وقتها ابو العلا ماضي متذكر كويس قوي، كلمني و يعني كان بيطالب بمحاكمه الاخوان عسكريا، ابو العلا ماضي، انه سابوا الجماعه ولازم يتحاكموا، ابو العلا ماضي. مش بقول لكم على بكلمكم، كلمني انا مش كحد تاني، ونشرت الكلام ده في الاهرام على لسانه، مش بقول لكم اسرار يعني. فلما كلمني قال لي لازم ويتحاكموا عسكريا، وبعد كده لقينا لما حصل 2011 بقوا هم الجزء الاصيل في الجماعه، اللي هي الجماعة العصابة الإرهابية تعتمد في تحركاتها على أبو العلا ماضي وعلى عصام سلطان، الاثنين خطرين جدا. عصام سلطان طبعا محكوم عليه في السجن، أبو العلا معرفش خرج ولا موجود ولا إيه، معرفش حكايته إيه أبو العلا ماضي، ولكن اثنين من الناس شخصيات الخطيرة جدا، أبو العلا ماضي وعصام سلطان. النهارده نتكلم على عصام سلطان، المسلسل بيجيب اسم عصام سلطان، ده واحد من اخطر ايضا الجماعه، اللي كان قال قبل كده ان انا سبت الجماعه ماليش علاقه بيها، بعد 2011 اصبح الكادر المهم والرئيسي واحد المخططين الاساسيين، سواء في الانتخابات القوانين بتاعت الانتخابات او قوانين بتاعت العزل السياسي، عصام سلطان مفصل، عصام سلطان مع جمال جبريل هم اللي كانوا مفصلين قانون العزل السياسي اللي اتعمل في مجلس الشعب بتاع جماعة الإخوان الإرهابية، انه اقصاء اي حد ومؤاشر اي حد، كان هو دول اللي مفصلين هذا القانون، واللي اتعمل هذا القانون واللي تم التصويت عليه في ذلك الوقت. فانت بتتكلم النهاردة على العناصر الخطيرة كمان اللي مع الإخوان واللي داخل الإخوان واللي الناس ما تعرفهاش كتير. لا حضرتك تبقى عارف الاسماء مهمة قوي، وتبقى عارف التاريخ مهم جدا، وكل واحد فيكو يبقى متأكد من التوثيق اللي بيتم كل يوم على مدار شهر رمضان من خلال هذا المسلسل، من خلال عندنا اختيار واحد، عندنا اختيار اتنين، النهاردة بنتكلم على اختيار رقم 3 وأهمية الجزء الثالث كمان
بالعناصر اللي حضراتكم شفتوها النهارده في الجزء الاولاني او في الحلقه الاولى منه، وكمان يعني التوثيق، وطبعا اللي كان بيتم، وايضا القرارات اللي بتتاخد. وزي ما بقول كده، مهم كمان ان احنا بنحيي كل الابطال في هذا المسلسل على عمليه، على ما يقدموه ايضا. وزي ما بقول لكم، مش هتلاقوا حاجات يعني الا كلها معلومات، ومهم قوي انه تصل المعلومات لحضراتكم، ومهم قوي انه كمان يكون هناك توثيق مهم من خلال ايضا الدراما، من خلال شهر رمضان الاكثر متابعه والاكثر مشاهده. عايز اقول لحضراتكم النهارده مشاهده غير مسبوقه، غير مسبوقه النهارده لمسلسل الاختيار. الناس النهارده متجمعه في كل مكان، كله منتظر لحظه بدء المسلسل، ففي اي حته ما في حد ما كانش بيتابع النهارده. هذا اكتر مشاهده تتم النهارده لاي في اول يوم. الاختيار هو الاعلى مشاهده النهارده، وزي ما بقول هتلاقوا كمان حتى الاعاده بتاعته هتلاقي ايضا اعلى مشاهده. الناس تحب كمان تركز يشوف الجزء الاولاني، ويحب كمان يشوف في الاعاده، الناس تحب الكلام ده. النهارده كمان كان جزء مهم اهداء للكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، من استاذ وحيد حامد كمان، يعني من الناس اللي احنا طبعا افتقدناهم، نفتقدهم دايما. واهداء من اسرة الاختيار هذا العمل تهديه الى روح الكاتب والسيناريست القدير وحيد حامد، وده يعني لفتة قوية جدا ومهمة جدا كمان من الابطال ومن اسرة مسلسل الاختيار. معانا مروان حامد، اولا مساء الخير، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. مروان، لما قرأت هذا الاهداء وتابعت هذا الاهداء لروح الوالد العظيم الاستاذ وحيد حامد، ايه اللي خطر في بالك في هذه اللحظه؟ واولا انا بشكر طبعا اسره مسلسل الاختيار، وبشكر كل يعني الاصدقاء اللي بيقوموا بهذا العمل المهم الكبير جدا ده على هذا الاهداء، خصوصا انه كمان الجزء بتاع السنه دي هو جزء كبير جدا ومهم جدا، وبيحكي مرحله مهمه جدا في تاريخنا، تاريخنا القريب، وفي تفاصيل كثيره جدا 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 مهمه يعني الواحد بيشوفها، والمهمه جدا نعرضها على الجمهور. وانا بصراحه اتاثرت جدا من هذا الاهداء، سواء انا سواء الاسره كلها، لان يعني الوالد كان له دور كبير جدا. الوالد كاتب وطني عظيم، كتاباته كلها كانت مع البلد في مصلحه الوطن، وضد جماعه الاخوان الارهابيه وضد الارهابيين بشكل عام يعني. بالظبط كده. فعارف بعد يعني هو مش موجود معانا لما بيتم يعني في اهداء زي كده، هو بمثابه تكريم كبير جدا ليه، ودي حاجة احنا تأثرنا بيها جدا، وبالذات فيها في عمل كبير جدا ومهم وعمل وطني ضخم وشديد الأهمية زي الاختيار. طيب مروان، الحلقة الأولى شفتها ازاي بعين بقى المخرج الرائع أيضا، شفت ازاي الحلقة الأولى؟ أولا لازم أحيي مخرج العمل الأستاذ بيتر، لانه سواء في الجزء الاولاني سواء الجزء الثاني سواء هذا الجزء، هو بيحكي هذا العمل المهم باسلوب سلس جدا وبقدر كبير جدا من المصداقيه والواقعيه. طبعا لازم احييه على الكاستنج واختيار الممثلين كلهم طبعا من الزملاء والاصدقاء الاعزاء، ولكن توظيفهم كان توظيف مميز جدا، زائد طبعا قدرة كبيرة جدا على المزج ما بين المشاهد التسجيلية والمشاهد المصورة، ودي حاجة يعني هو نجح فيها جدا من الجزء الأولاني، سواء في الجزء الأولاني أو الجزء الثاني أو هذا الجزء. وعايز أحيي برضو المؤلف الأستاذ هاني سرحاني، لأن هو بيكتب أسلوب فيه رشاقة كبيرة جدا، مشهده قصير وإيقاعه سريع جدا، وفي نفس الوقت مشهده بيوصل دايما حاجة، وده إيقاع سريع ولاهث بالنسبة للمسلسل زي كده، عشان كده احنا يعني ايه مفيش مجال للملل، وفي نفس الوقت في بالإضافة إلى أهمية الحكي وأهمية المضمون اللي موجود، ولكن احنا دايما بنبقى قاعدين مشدودين كده قدام مسلسل الاختيار. مروان، المعلومات كمان التوثيق والمعلومات،
طبعا طبعا. والمزج ما بين الماده التسجيليه اللي هي الوثائقيه والمزج ما بين المشاهد المصوره. طبعا لازم احيي تحيه كبيره جدا لكريم عبد العزيز، احمد السقا، احمد عز، الزملاء والاصدقاء النجوم الكبار وكل الممثلين الاخرين الموجودين في هذا المسلسل، الاستاذ خالد الصاوي، صبري فواز، كل الناس ياسر جلال طبعا، الاستاذ عبد العزيز مخيون، كل الناس اللي موجوده لازم نحييهم تحيه كبيره جدا، لان فعلا المسلسل اول حلقه ليه هي بمثابه اكنها لان اتفرجنا على فيلم سينمائي مستقل بذاته. يعني مروان بتعمل فيلم مع احمد عز وكريم عبد العزيز، فيلم وطني، ممكن تقول لنا ايه الفيلم ده؟ احنا بنعمل فيلم متاخد عن روايه 1919 لاحمد مراد، الفيلم اسمه كيرة والجن، وهو عن كواليس ثوره 1919 ضد الاحتلال الانجليزي وقتها. نعم. هو فيلم انتاج شركه سينرجي، واحنا بقالنا شغالين فيه لمده اكتر يمكن من سنتين دلوقتي، وباذن الله ان شاء الله يكون عرضه باذن الله السنه دي، وربنا يكرمنا فيه ويحوز على الاعجاب. عرضه في العيد ولا بعد؟ لا مش العيد الصغير، ان شاء الله العيد الكبير باذن الله. العيد الكبير باذن الله ان شاء الله. خلصته قد ايه منه؟ لا احنا خلاص انتهينا من التصوير، احنا دلوقتي في مراحل المونتاج. كله داخل مصر تصويره؟ لا صورنا حاجات برضو، يعني احنا صورنا في مصر في يعني صورنا في محافظات كتيره جوه مصر، وفي جزء صغير بس صور خارج مصر. مروان حامد بشكرك شكرا جزيلا، زي ما بقول لحضراتكم احنا كمان يعني بنتابع، وزي يمكن خيرت الشاطر الارهابي النهارده في كلامه مين اللي حرق مقرات جهاز مباحث امن الدوله؟ فاكرين لما طلعوا قال لك يلا نحرق مقرات الجهاز في يوم واحد، في ليله واحده، زي ما حرقوا البلد في ليله واحده اللي هي يوم 28 يناير 2011 حرقوا مصر. هم اللي حرقوا مصر في 2011 28 يناير، هم اللي حرقوا مقرات امن الدوله في 5 مارس 2011 لما تحركوا في مختلف المحافظات، ولعوا في المقرات بخلال الميليشيا بتاعتهم. وخيرت شاطر النهارده بيقول لك ايوه بنتكلم، نعم هو الاعترافات الكامله على من حرق مقرات جهاز مباحث امن الدوله في مارس 2011. خيرت شاطر بيتكلم، خيرت شاطر بيقول، خيرت شاطر بيتكلم على عندنا يحرقوا المقرات، حرقوا المقرات. خلي بال حضراتكم ما تاخدش الموضوعات ببساطه، خد ان الناس دي ملهاش علاقة بيك كبلد، ملهاش علاقة بيك كشعب، ليها حاجة واحدة بس، هو عايز الجماعة موجودة، ما فيش حد تاني غير الجماعة، اللي مش معاه هو يقتله يا اما يولع فيه، اي حد يبقى معاه ايه؟ يبقى معاه كاخواني، انت يا اما معاه اخواني يا اما عدو بالنسبة له، فهي دي الاخوان، مش هتلاقي حد تاني. هل حضرتك تفتكر في اي مكان في اي دولة في العالم وجود الجماعة في اي دولة في حد دخلوا حد وسطيهم الا الاخوان؟ طيب هل بيروحوا لحد؟ فلوسهم بتبقى فين؟ شركاتهم مين بيشتغل فيها؟ شركاتهم بيشتغل فيها غير الاخوان ولا اللي بيشتغلوا فيها اخوان؟ كلهم. طب فلوسه بتبقى موجودة عندك في البنوك ولا بتبقى فلوسه موجودة فين اصلا؟ طب لما راحوا مسكوا عند حسن مالك، عايز اقول لك فلوس هي دي فلوس قد ايه بتاعت حسن مالك؟ فلوس؟ طب ما توديها البنك وخد عليها لا موديش بنوك. خيرت الشاطر عنده قد ايه؟ فاكرين لما عملوا فتره كده سلسله محلات بتاعت خيرت الشاطر بتاعته هو شخصيا؟ طب المحلات دي بقت فين بعد ما مشوا، بعد ما انتهت هذه الجماعه؟ غيروا اسمائها بس، تغيير الاسماء طبعا، الجهات المعنية والشركات والتحفظ والحاجات والإجراءات القانونية اللي بتتاخد، ده موضوع طويل مش عايزين نتكلم فيه كتير، ولكن بمناسبة انه الجماعة لا ترى الا الجماعة، لا ترى مصر ولا تراك كمواطن، ملوش علاقة بيك انت بالنسبة له ولا حاجة، ما هو يقتلك. الله مش فاكرين وكنا بنعرض لحضراتكم الكلام ده، فيديوهات وهم في مظاهرات بيقتلوا الناس اللي ماشيين معاهم في المظاهرات؟ مش كنا بنعرض لكم الفيديوهات؟ هو الفيديو ده بتاعهم ولا بتاعنا؟ بتاعهم،
ما يهموش اللي يقتل فلان ولا يقتل علان، هو يهمه انه يبقى عنده ناس قتلة عشان ايه يتاجر بالقتلة دول، ولا يعني سبعة ماتوا ولا 17 واحد ولا هو يقتل هو ولا ما عندوش مشكلة في الكلام ده. عشان كده لازم تخلي بالك، هو لما كان بيبقى في المظاهرات في اكتر من مكان على فكرة، من اول اسكندرية للقاهرة للمنصورة لاكتر من مكان، كنا بنعرض الفيديوهات دي اللي هم بيقتلوا بعض، يبقى ماشي في المظاهرة تلاقي واحد وراه ضربه. عند ناحية صلاح سالم في مظاهرة مظاهرات صلاح سالم عرضنا لكم مرتين بيقتلوا اتنين وهم معاهم في المظاهرات. فهل هو هنا بالنسبة له الدم؟ لا عادي جدا طالما هو مش من الإخوان، ما هو ده مش إخواني، هو عارف مرتب مين ومشاور له على ده، فده مش الناس اللي انضموا له، الناس اللي كانوا بيجيبوهم مش كانوا بيدوا ناس قبل كده الفلوس عشان يقدروا يعملوا الحشد ده كله؟ اه يعمل الحشد عشان ايه في الاخر البلد دي كان عايز مصر تبقى فين؟ ولكن الحمد لله الانقاذ اللي حصل في 30/6 والقرار اللي اتاخد في 3/7. عشان كده الاختيار مستمر مع بتوضيح كامل وبتوثيق كامل لما جرى في هذه الفترة الصعبة للغاية. هنتابع طبعا كل الأيام الأيام القادمة بإذن الله تعالى. النهاردة مهم، اتاخد قرار ان احنا هنعمل صيانة لمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، وطلعوا بعدها أذناب العصابة الإرهابية قال لك شفتوا داخلين على رمضان وبيقفلوا المساجد وبيقفلوا مسجد الحسين، مش عايزين حد يروح المسجد، بيقفلوا المساجد في وشوشنا، مش عايزين مساجد في رمضان. فاكرين الحملة دي وفاكرين الكلام ده في ذلك الوقت لما تم إغلاقه، وطلع معانا بالليل أحد متحدث باسم وزارة الأوقاف معانا في المداخلة قفلته، قال لك أيوة لأعمال الصيانة. حاجة تانية قال لك لا أعمال الصيانة تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال الصيانة والترميم وغيره. الإمام الحسين النهاردة اليوم صلاة التراويح، أول صلاة تراويح اليوم في مسجد سيدنا الحسين اليوم، وعايز أوريكم اتعمل إيه. طب أوريكم الأول اللي قال لك كانوا بيقفلوا مش عايزين مساجد، بيوت الله بيقفلوها. بنقفل بيوت الله؟ احنا بنقفل بيوت الله؟ يا خبر ابيض. بصوا ده المسجد الحسين قبل، ده المسجد لما محتاج تطوير، محتاج يعني لا يليق، يعني يعني لازم تعمل حاجه تليق. فتعمل ايه حاجه تليق؟ ده كان قبل وقت ما الهيئه الهندسيه استلمته، ادي قدام حضراتكم اهو بالطريقه اللي قدام حضراتكم تقدر تشوف. انا بوريك قبل بس عشان لما تشوف اللي حصل النهاردة، يعني مش عايز اقول الصدمة، ولكن لما تشوف اللي حصل النهاردة ده مسجد الحسين قبل التطوير. ماذا حدث؟ ما الذي جرى؟ اتفرج حضرتك، اتفرج حضرتك، يا سلام ما شاء الله، ده مسجد الحسين النهاردة، مسجد الإمام الحسين اليوم تم تطويره وافتتاحه وصلاة التراويح النهاردة فيه، واحنا النهارده كاميرتنا قدام حضراتكم اللي راحت صورت، ادي مسجد الحسين بعد التطوير اللي تم الانتهاء منه النهارده. وزي ما حضراتكم بتشوفوا كده ده الفارق يا جماعه، مكان اللي قال لك بتقفلوه ليه؟ مش قافلينه، احنا بنعمل ما حاجه تليق بيه، احنا مهتمين بالمساجد، قال البيت وكل المساجد كمان بالمناسبه، مش قال كل المساجد لازم تبقى شايفين. بسم الله ما شاء الله، شايفين حضراتكم؟ هو ده التطوير؟ هو ده يبقى ده الصح ولا التاني؟ كنت تخليه على قديمه؟ طب انت بتعمل كل حاجه في البلد، كمان لازم المساجد كمان ما سيبهاش اهو ما شاء الله. ونحيي الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه انها شايفين الساحات اللي بره، شايفين السور اللي اتعمل والحاجات والزخارف والحاجات الاسلاميه، حاجات يعني، وانا بحييهم كمان انهم في وقت يعني قياسي قدروا يخلصوا الكلام ده. عايز اقول لحضراتكم المنطقه دي وحضراتكم عارفين اللي بيروح هناك منطقه عشوائيات واسواق ومحدش كان بيعرف يتمشى اصلا في المكان ده، اهاوي حواليه، كان عمليه صعبه جدا ومستحيله، ولكن اللي انت بتشوفه النهارده بسم الله ما شاء الله
بسم الله ما شاء الله، معمول على طراز النبوي الشريف. بره بتلاقي الساحة، بتلاقي الإضاءة الجميلة، بتلاقي المظلات عشان بالنهار ودرجة الحرارة، الشماسة دي كلها والمظلات دي كلها تتفتح مع بعضها مرة واحدة زي المسجد الحرم النبوي الشريف كده، حاجة مصغرة ولكن قريب نفس النمط، حاجة تليق ببلدنا، تليق باهتمام الدولة المصرية بالمساجد ودور العبادة بالكامل واهتمامها ورعايتها، وده أمر يعني يحسب للدولة. وكان سيادة الرئيس عمل عدة اجتماعات عشان التطوير كل مساجد آل البيت وكل المساجد أيضا، وسيادة الرئيس قالها ما فيش حاجة تعملوها إلا عندي جامع وكنيسة، الاتنين يبقوا موجودين في أي حاجة بتبنوها. فآدي شايفين حضراتكم، فآدي شايفين كل المساجد، شايفين الحسين، مسجد سيدنا الحسين قبل وبعد. النهارده اهو التطوير قدامك، شايف قبل كان شكله كان ازاي. خلي بالك هو ده الدوله، اللي قال لك بتعملوا ايه قفلتوه ليه، ادي الضريح وادي شايفين حضراتكم هنا وهنا، شايفين قبل وبعد، شايفين قبله الساحات، المنطقه دي، المناطق، الاماكن العشوائيه اللي كانت بره، شايفين بقى الساحه النهارده عشان كمان تتيح لالاف المصلين يصلوا، آلاف المصلين. الجامع مش هياخد كل الناس، فيبقى عندك ساحة بره تاخد آلاف أيضا يبقوا موجودين، ناس حابين. الأول ما كانوش بيعرفوا، كان بيبقى زحام رهيب جدا عشان مناطق عشوائية. قدرت تعمل هذا التطوير النهاردة زي ما بقول لكم في وقت قياسي ووقت مهم جدا، وطبعا يعني تكلف تكاليف كبيرة، ولكن يعني زي ما بقول كده الدولة يعني بتنفق عشان كمان ده دورها، دور الدولة المصرية ان احنا لازم يكون مساجدنا في ابهى صورة ليها كمان، اللي احنا خاصة بنتكلم على مساجد آل البيت. فنشوف مع بعض واحنا بنتابع، اتعمل سور زي ما احنا بنشوف الجزء الخارجي كمان، ادي الجزء الداخلي داخل المسجد وعندنا الجزء الخارجي، والنهاردة اول صلاة التراويح كانت موجودة. الجزء الخارجي اللي قدام حضراتكم اهو شايفين بسم الله ما شاء الله، هو ده اللي يليق، ده اللي الدولة بتعمله. الدولة مفيش حاجة اسمها احنا بنوسع وبنكتر وبنعمل مساجد، ومحدش هيزيد على مصر في هذا الموضوع على الإطلاق يعني. ولكن بقول لكم كانت حملة وقتها زي كل الحملات اللي بتتعمل، حملة كانت بتستهدف الدولة المصرية، والنهاردة زي ما بنشوف بنخلي بالنا وبنشوف أول شعائر صلاة التراويح النهاردة من مسجد الإمام الحسين. اليوم لو معانا كمان صلاة التراويح كمان يبقى أمر مهم. وأنا بشكر كمان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومن قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، زي ما بقول كده سيادة الرئيس لما خد قرار عدة اجتماعات تطوير هذه المساجد، مش هنسيب مسجد يبقى فيه جنبه عشوائيات، لازم يتم تطوير الساحات، يتم تطوير كل المساجد جوه وبره، ما ينفعش إن احنا نسيب هذه المساجد كده، سايبينها في مسألة لا فوضى وسايبين، لا ما ينفعش الكلام ده، لازم لها يعني الاحترام وال 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 وال, وال, وال زي ما بقول كده. فطبعا وزارة الأوقاف والدكتور محمد مختار جمعة عشان عاملين كمان جهد كبير جدا في التطوير كافة المساجد على مستوى مصر، مش هنا بس، على مستوى الجمهورية بالكامل. وده كمان الدور الكبير لوزارة الأوقاف والإنفاق على المساجد، على بيوت المولى سبحانه وتعالى، وهو ده كمان بيكون له ثواب عظيم جدا، سواء يعني في سواء رمضان او غير رمضان، في اي وقت عليك انك تؤدي الرسالة. مصر عمرها ما كانت الا يعني زي ما بقول كده بتقوم بافضل تطوير للمساجد. دكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، اولا كل سنة وحضرتك طيب. كل عام وانت طيب استاذ احمد وجميع السادة المشاهدين بكل خير. اولا انا سعيد جدا بصراحه بهذا التطوير اللي انا بعرضه دلوقتي، وبشكر حضرتك وبشكر الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، وطبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي خد قرار تطوير كافه المساجد. اتفضل يا فندم. انا اقول لحضرتك ثلاث نقاط بايجاز. الاول الاستفتاء بصفه عامه، يكفي ان سيادتك تعلم وكل الساده المشاهدين ان احنا خلال الجمعه الماضيه اللي فاتت افتتحنا في مصر 89 مسجد في يوم واحد. 89 مسجد عظيم، منهم 75 مسجد اما بناء جديدا او احلالا وتجديدا. نعم كاملا. الجمعه اللي قبليها 64 مسجد. يعني 153 مسجد في 8 ايام. الجمعه القادمه 52 مسجد، منهم اكثر من 46 مسجد اما بناء كاملا. يعني تقريبا يا استاذ احمد في 15 يوم
200 مسجد، وهذا غير موجود في اي دوله في الدنيا تفتتح 200 مسجد في 15 يوم. ده بصفه عامه. عظيم. لما نيجي بقى على النوعيه، وانا عبر برنامج سيادتك بقول انا عايز اي منصف يبدا يزور سيدنا الحسين الان الان ويشوف التطوير اللي تم. وطبعا باكد على كلام سيادتك، وبنوجه كل الشكر والتقدير لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه حفظه الله، لان هو اللي تبنى قضيه تطوير ليس مساجد فقط، مساجد ومناطق ومحيطات ومسارات آل البيت، لان اللي بيتم مش مجرد تطوير للمسجد، ده تطوير للمنطقه. الساحه التي ضمت الى المسجد لتوسعه المسجد في الاعياد وفي الجمع وفي المصليات، والساحه اللي عملت بنفس الرخام اللي معمول منه رخام المسجد النبوي اللي بيتم، المظلات اللي جاي تركيبها، العمل اللي تم عمل كبير جدا. وسيادته لما اعلن وقال آل البيت ومسجد الامام الحسين وبدا العمل، كان بحسابات البشر صعب جدا جدا ان احنا نتخيل ان كان في مده قصيره دي جدا ينتهي. عشان كده رغم ان كان التوجيه والتكليف من سياده الرئيس المسجد يتفتح اول يوم رمضان، ده كان توجيه سيادته، المسجد يتم انتهاء الاعمال اول يوم رمضان الجامعي يتفتح. اللي احنا بحسابات البشر كنا بنقول صعب. مين هيقدر يخلص العمل ده كله في المده دي؟ الحسابات كانت ايه يا سياده الوزير؟ الحسابات كانت ايه؟ عشان كده بضم حسابات انه شهر اتنين اقل اكتر. انا كان بحساباتي الناس ان ده ست اشهر. ست شهور بحساباتنا، لو حسابات طبيعيه اقل من ست شهور. لو انت هتشوف حجم العمل وحجم الاشخاص، وانا ان شاء الله اكيد يعني الهيئه الهندسيه اكيد مصوره الكلام ده وهتطلعه في توقيت ما، حجم العمل اللي اتعمل حجم غير طبيعي وغير مسبوق، وبشركات ايه بقى؟ شركات غايه التخصص والدقه، وعده شركات بتشتغل في توقيت واحد، اللي بيشتغل داخل المسجد، واللي بيشتغل في دوره المياه الخارجيه، واللي بيشتغل في السحب في توقيت واحد باشراف هندسي من اعلى الشركات. فتوجيه الرئيس الافتتاح اول يوم رمضان ده امر مهم ايضا. كان طبعا والحمد لله الحمد لله الهيئه الهندسيه وقواتنا المسلحه عند ظننا جميعا وظن الشعب المصري بها، وكانوا رجالا عظاما على مستوى المسؤوليه، والعمل تم، واللي شاف النهارده الصاله وهي منقوله، واكيد سيادتك بعت الكاميرا نعم صورت نعم، والساحه الخارجيه، وعندما يتم ان شاء الله افتتاح بقى المقام والمقصوره وتوسعه مصلى السيدات اللي تم، عمل كبير جدا. ايضا مسجد سيدنا عمرو بن العاص اللي بيتم في المسجد عمل يتجاوز تطوير المسجد الى كامل تطوير المنطقه بالكامل، بصوره حضاريه تليق بمصر الجديده والجمهوريه الجديده وبالمساجد الاثريه والتاريخيه. عشان بس الناس تاكد حاجه، مصر وهي بتعمل العاصمه الاداريه الجديده والعالمين الجديده والمدن الجديده على قدم وساق لتطور القاهره التاريخيه، والطرق اللي بتتم داخل القاهره التاريخيه القديمه، كل ما يتم اللي بيتم يا استاذ احمد كما تتابع وحضرتك عرضت قبل كده، الطرق والبنيه التحتيه والكهرباء، الدوله بتعمل في عده مسارات واسعه. هختم لحضرتك بقى بنقطه مهمه جدا، مع ذلك بقى مع رساله المسجد بقى، احنا السنه دي سمحت الدوله طبعا ولجنه اداره ازمه الاوبئه والجرائح الصحيه بموائد الرحمن رسالة مجتمعية للمسجد. احنا السنة دي بفضل الله تعالى في رمضان بنوزع 500 طن لحوم ونصف مليون شنطة غذائية من الموارد الذاتية للأوقاف. عظيم. إن شاء الله يوم الاثنين، وده أول لسه ما أعلناش الخبر، أول إعلان، يعني يبقى من حسن حظ إن أكون مع سيادتك، هنطلق صالون الأوقاف الثقافي الرمضاني. أول لقاء هيكون يوم الاثنين في مسجد السيدة نفيسة. نعم. وهو لقاء ثقافي تثقيفي في قضيه بناء الوعي في رساله الائمه والمسجد. كويس. واول موضوع في غايه الاهميه الصيام وامانه الكلمه. احنا دايما نتكلم عن امانه الكلمه، والكلمه امانه ومسؤوليه. نعم. والناس اللي هي بتستغل الاثاره وتهيج الراي العام، الحق قفل بيوت ربنا، الحق. لما يجي دلوقتي يعني الناس عايزين الانصاف والعدل والموضوعيه، يبقى الجهات اللي قامت توجيهات سياده الرئيس تكليفاته
الهيئة الهندسية، الناس اللي اشتغلت اللي أنجزت، لا يعني يبقى الكلمة الأبانة الموضوعية التريث عدم الحكم على ظواهر الأشياء، وده اللي بتقول عليه الشأن العام. اتصل اسأل الجهة قبل ما تيجي كنتوا بتقفلوا ليه وقفلتوا ليه وبتطوروا ايه. مع ذلك إذا كانت الكلمة أمانة ومسؤولية في كل وقت وحين، احنا في شهر الصيام، كتائب الجماعات الإرهابية وأهل الشر التي لا تكف عن الأكاذيب والأباطيل، هل يتسق ذلك مع صيام المؤمن مع أمانة المؤمن؟ فين الصيام وفين المعاقبة لله وهم يبثون الأكاذيب والشائعات والأراجيف ليل نهار؟ أي صيام هذا وأي دين هذا؟ الصيام أمانة الكلمة، مسؤولية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. ويكون الزور شهادة الزور بس في المحكمة، كتابة الزور، تشيير الزور، إنك تبص الشائعات والأراجيف، عين الزور لا يتسق لا مع الصيام ولا مع القرآن ولا مع أمانة الكلمة. معالي الوزير، تابعت مسلسل الاختيار النهاردة الحلقة الأولى؟ أنا بقول يعني سبحان الله، لسه كنت بتكلم مع حد من الزملاء في حديث كده، قلت له هذا المسلسل بأجزائه الثلاثة كاشف لطبيعة الجماعة من الغدر والخيانة والتآمر وتاريخها الأسود، وهو عمل فني إبداعي جاد في كشف طبيعة أهل الشر. نعم، لا يعني واضح، في رسائل واضحة جدا وفي معلومات مهمة جدا كمان في يقينا يقينا. أنت عارف دايما صحيح الأعمال الفنية بتأخذ الحقائق وتضعها في صوف فني أو إبداعي فيه جزء من يعني إضافة خيالية، لكن حتى هذه الإضافات لا تخرج عن أصل الجماعة والحقائق. يعني مسلسل بيكشف حقائق لهذه الجماعة، حتى لو أخاك في حبكة فنية أو درامية أو في عمل فني، فهو كاشف عن طبيعة التآمر والغد، ويقينا مغذى بالمعلومات الحقيقية الكاشفة لما كان من تآمر من هذه الجماعة على الشعب المصري وعلى الدولة المصرية، وإن هم كانوا يستبيحون القتل والدماء في سبيل تحقيق أغراض في الوصول إلى السلطة بأي ثمن وعلى حساب الشعب والبلد والوطن والدين وعلى حساب أي شيء. دكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشكرك شكرا جزيلا، كل سنة وحضرتك بألف خير. نطلع فاصل. طيب تعالوا نشوف قبل ما نطلع صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين النهاردة، زي ما بقول أول صلاة تراويح اليوم من مسجد الإمام الحسين بعد التطوير، زي ما احنا بنشوف كده النهاردة طبعا، لأنه كان لما اتخذ القرار عايزين نعمل صيانة، عايزين نعمل ترميم، ادي صلاة التراويح النهاردة، واحنا زي سيادة الوزير طبعا تم نقلها، واحنا كمان كنا موجودين بنصور اول صلاة تراويح في مسجد سيدنا الامام الحسين النهاردة بعد الانتهاء من الاعمال بالكامل، اعمال التجديد، التطوير، الترميم اللي تم، الساحة اللي اتعملت قدام حضراتكم اهو داخل وخارج المسجد قد ايه طبعا عملية في مهم، وزي ما طلب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيادة الوزير قال لنا ان الرئيس قال انه عايزه يفتتح في اول ايام رمضان، وقال بالحسابات بتاعتنا لا يمكن، كان مستحيل انه يخلص ويتم افتتاحه في اول ايام رمضان، وقال لكن جهد كبير جدا ليل ونهار عمل من جانب الهيئة الهندسية والقوات المسلحة مع الشركات اللي كانت بتتولى الاشراف عليهم، اللي انجزوا هذه المهمة في الوقت المحدد ليهم، وتم النهاردة زي ما احنا بنشوف كده صلاة التراويح الأولى من مسجد الإمام الحسين. فاصل ثم نعود لحضراتكم. النهاردة كان في ماتش ليفربول واتفورد، فازوا 2-0، وصلاح لعب من أول مباراة، خرج في الدقيقة 70 ونزل ماني. صلاح طبعا هو خارج سالم على منيه، عارفين ايه بجد كده ووشه بعيد. خلينا سيبنا من دي، الجمهور الإنجليزي عمل ايه مع محمد صلاح النهاردة؟ صلاح وهو خارج الملعب للساد فيه كام؟
10 20 30 40 اي كان العدد الالاف اللي موجودين كلهم بيصفقوا لمحمد صلاح كانه استاد القاهره، رفع الروح المعنويه لصلاح. طب عملوا ايه لصلاح تاني؟ عملوا له جداريه، وخلي بالكم ما عملوهاش كتير مش لاي حد، جداريه في ليفربول، شوفوا الناس رايحه الاف بيتصوروا واتوبيس اللعيبه وهو رايح الملعب مع قدامها والناس واقفه تتصور قدام الجداريه بتاعت محمد صلاح. ده التعامل مع محمد صلاح، ده الجمهور الانجليزي اللي بيعشق محمد صلاح، ده الجمهور لما حصل اللي حصل في السنغال قالوا ان احنا لما يجي صلاح هنتعامل معاه ازاي ونقابله ازاي ونستقبله ازاي ونساعده ازاي ونخرجه المشكله اللي هو فيها ازاي. عملوا كده الانجليز، عملوا كده جمهور الانجليز، عملوا كده. ولاقي ناس هنا يقعدوا يتكلموا على محمد صلاح ويشتغلوا شتايم في محمد صلاح. ضحكت وانا بقرا تصريح لمدرب سيسيه بتاع السنغال اللي هو المدرب اللي سبب الازمه، تصريحاته اللي عملت الازمه. قال لك الله، هي مصر زعلانه ليه؟ وهم متضايقين ليه؟ ده احنا استقبلناهم كويس وعملناهم كويس وكرم الضيافة عظيم وكذا وكذا وكذا. طبعا كل اللي قاله ليس له علاقة بالحقيقة، كل اللي قاله مدرب سنغالي كان عامل تقريبا حوار مع احد المواقع اعتقد الفرنسية او الانجليزية، انه ازاي تعاملنا مع المصريين، تعاملنا مع الجمهور المصري، تعاملنا مع المنتخب المصري ازاي والاستقبال والضيافة. ولا حاجة من اللي قالها صحيحة، ولا شيء، ولا كلمة صحيحة. للأسف بيكذب، وأيضا في يعني بيروجوا لأكاذيب، وقال لهم على حتى رئيس الاتحاد السنغالي حد سأله أيضا قال له الليزر واستخدامه، قال له الليزر إيه، إحنا ما شفناش ليزر. يعني تخيل كان قاعد في الملعب والعالم كله شاف الليزر، والليزر على صلاح وعلى زيزو وعلى مصطفى محمد وعلى الشناوي وعلى مال الملعب مع كل واحد موجود في الجمهور السنغالي، ورئيس الاتحاد السنغالي يقول لك مين اللي قال ما شفناش، ما كانش مش صحيح. قال لك في دول بتستخدم ليزر بس احنا مش منهم. طب قولوا اه، قولوا هنحقق في هذا الامر وهناخد اجراءات في هذا الموضوع. يعني على الاقل اعترفوا، يعني اعترفوا انه حصل مشاكل عندكم وحصل جرائم عندكم. استاذ جمال علام وحازم امام كانوا ومعاهم العطار كانوا موجودين في الدوحة اليومين اللي فاتوا، كونجرس الاتحاد الدولي للفيفا، وكانوا حاضرين طبعا، عملوا اجتماعات زي ما قالوا كده مع المسؤولين في الاتحاد الدولي، مع ايضا الاتحاد الافريقي، ولكن التركيز على الاتحاد الدولي لانه الاتحاد الدولي هو المعني بهذا الامر، ولجنة انضباط المعنية بهذا الامر بما جرى من جرائم في مباراتنا مع السنغال، ونقلوا الصورة الدقيقة ما جرى من اول وصول المنتخب لحد ما رجع المنتخب، ايه اللي حصل في المدرجات، ايه اللي حصل قبل المباراة، وقت الوصول المطار، ثم في الشارع تعطل الاتوبيس، الاعتداء على اتوبيس لاعبي المنتخب المصري، استخدام الليزر وهو مجرم اصلا ومحرم في ملاعب كرة القدم، وغيره كمان، الضغط الجماهيري الغير معتاد، الشماريخ، الألعاب النارية اللي أطلقت، الهتافات العدائية العنصرية واللافتات العنصرية اللي استخدموها الجمهور السنغالي ضد محمد صلاح وضد منتخبنا، كل ده تم عرضه وطرحه على أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم، الجهات المعنية لكرة القدم، وفي دعم، يعني هناك دعم، ولكن طبعا القرار منتظرين القرار. لا هي طبعا بدأوا بيسألوا، حتى امبارح كان في تصريح صدر ايضا عن يمكن الاستاذ جمال علام، ان رئيس الاتحاد السنغالي تقريبا طبقا للاستاذ جمال علام مش ليا يعني، انه قال له انه تم استدعائه من جانب الاتحاد الدولي للتحقيق في ايه اللي هيتم في هذا الشأن. زي ما بقول لحضراتكم، يعني احنا على الاقل لنا حقوق هنفضل نطالب بيها، ان شاء الله نروح المحكمة الرياضية، اعلى محكمة موجودة تحكم في هذا الامر. يعني حقنا مش هنسيبه، مش هنسيب حقنا ايا كان، بس المهم ما يبقاش حصل ده وفي الاخر انت سبت الموضوع كده. لا، مش هيتساب، وهم مستمرين في هذا الامر، ولازم يستمر في الضغط، ولازم الرسالة تبقى واضحة،
لانه ما ينفعش كمان، ما عنديش مشكله على فكره انه منتخب يطلع بس يصعد بالروح الرياضيه وباللعب، وانه يبقى فيه ما يبقاش عمليه فيها ارهاب للعيبه، ارهاب للجمهور المصري، ارهاب للمدير الفني والجهاز الفني ومجلس اداره، ارهاب للكل، كل ما هو مصري كان موجود داخل الاستاد. وبالتالي حقنا نفضل هذا الموضوع، مش هنسيبه مع الاتحاد المصري لكره القدم، مع كل الجهات المعنيه، لانه لنا حقوق، حقوقنا وراها. استمروا في الضغط، استمروا في المطالب، جيشوا الدنيا كلها، لان انت في الاخر انت عايز حقك، انت مش عايز حاجه تانية، انت مش عايز حاجه مش بتاعتك، لا حقي موجود ولا مش موجود، بس احنا مش عايزين غير حقنا فقط لا غير، مش حاجه تانية. شوف حضراتكم بكره ان شاء الله، شكرا، اشوفكم ان شاء الله، وتصبحوا دايما على الف خير.